خيطة فيها بالنسبة للسيكاتريس مزيان حتى شي حاجة اللي غادي تخليها منها ناصح سي وغاد هي هاد الكريم تاعك الكريم اللي عارفينك مزيان ما كلاش تعاود تشري وحدة أخرى والسيكاتريس ديالك راه غادي مزيان اللي نعاود نشوفك من دابا ثلاثة الأسابيع هاد الفونسمون هذا اللي درت في دابا قدو ثلاث أيام ولا أربع أيام وحيدة نهائي ما تعاودش ديرهم وتبعي هاد الكريم السيكاتريس راه غادي مزيان إن شاء الله تدوز ثلاثة أسابيع ولا شهر ما عرفتش. واخا ما عندك عرفت تخلي كل شيء راه مزيان. شكرا على خدمتك. ما عندك حتى شي حاجة علاش غادي تخلي الله يطول عمرك. سيكاتريس مزيانة وغادي تكون مزيانة إن شاء الله وما كلاش ما خصهاش تعود ولا شي جراحة. تنشوفها دابا ثلاثة أسابيع ولا شهر وعلى ملي نشوفها نقدروا إن شاء الله. واخا الحمد لله على اسمك دابا ثلاثة الاسابيع والشهر نعاود نشوف واخا شكرا لك مرحبا بك مرحبا بك شكرا دكتور تازي مرحبا الكلمة دكتور تازي كضيف الكلمة هو الجيل ديال بشرميل الانسان راه ما كيحملو ما يقبلو واللي لاحظنا ان عاوتاني رجعوا حالات كثيرة ديال الاعتداء بسلاح الابيض ما يسمى بشرميل في هذا الظرف الحرج ديال الوباء اللي فيه انتشار في عدد كبير فنظن بلي الناس يرحموا الناس الاخرين ماشي الناس معذبه بهذا الشيء ديال الوباء وبهذا الكوفيد ويزيدوا الاعتداء والتشرميل هذا شيء غير مقبول ونتمنوا ان هذا الشيء يوقف لان ما يفرح يشوف شيء شابه مثلا صغيره اللي تضربات وعندها واحد المأساة في الوجه ديالها ونتمنوا ان هذا الشيء يتوقف النصيحة ديالك دكتور تاهي النصيحة هي هذه هو الإنسان يبتعد في هذا الشيء ديال اللقاءات أو الدخل لما يكون السلاح الأبيض شحال ما تبعد الإنسان نظام يعطي التليفون لا يعطي الفلوس ولا تجي في الوجه اللي غادي يندم عليها كنشكرك دكتور تاهي مرحبا بك مرحبا فيك شكرا إن شاء الله دابا واحد ثلاثة الأسابيع أو شهر نشوفها شكرا دكتور كنشكر الدكتور تازي والله يخلي لي صحيحته والله يعاونو ووليداتو وكنشكر كل اللي كيساعد هاد الناس اللي تشرملو وكاع هاد الناس اللي كيتعداو عليهم بحال هكا وكيدخلوا بحال هاد الاطباء بحال الانسانيه بحال هاد الانسان دكتور تازي حنا كنشكروه بزاف بزاف وكنشكروا الناس اللي كتدخل في هذا الشيء ديال الخير ان شاء الله واعمال الخير وكنطلبوا لهاد البنت هي الله يجعل ربي هو يسهل عليها هي والوالده ديالها وكنشكركم كاملين جميعا شكرا دكتور تازي اشكرك دكتور تازي بزاف دكتور تازي من هنا 20 يوم ان شاء الله باش ترجع اخت شيماء عنده وحنا كنشكروه بزاف بزاف لانه استضفنا وعطانا من وقته فهمتي والحمد لله والله يسهل عليه الى عجبك الفيديو خلي لنا اعجاب وتعليق دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي